بسم الله. ربنا زدنا من حبك إنه لذيذ وإنه منعش يا كريم، وزدنا إذنا بزيادة القرب منك، لأن القرب منك يعيننا على العندية عندك يا كريم يا حاضر في كل زمان ومكان، وأنت المسيطر على الزمكنة بالتمام والكمال. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وسررت لهم إسرارا، حتى الإسرار ممكن يقول ربما هيك ينبه شوية حب الاطلاع على الرسالة ذيك. فقلت استغفروا ربكم، ما قالش حاجة ما أنا صعيب تحقيقها، استغفر ربك قولوا يا رب اغفر لي أنا مذنب، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، هذا رافضين الإله ورافضين التوبة والاعتراف بالأخطاء اللي مكدسة عندهم، وفما شكون ما كثر من الأخطاء قد العرب بني أمية ومن لف لفهم إلى الآن إلى قيم الساعة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني كثير المغفرة، يرسل السماء عليكم، شو ربي يوري في نعمه على الكافرين، يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار خيرات. ما لكم لا ترجون لله وقارا، علاش ما تحترموش؟ تو من الخالق وهو المنعم وما تحترموش، منين ليك يا قليل الحياة؟ وقد خلقكم أطوارا، الأطوار هي في بطن الأم أي في الوالدة أي في الرحم، وأطوار هي ربما كذلك أطوار بشرية، مرة في الدين يكون غالب ومرة يكون غايب ومغلوب. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وهذا طباقا، وهذه ما نبرها شوف وش معنى طباقا، وهذوما ليز أستروفيزيسيان يجب يكونوا أمهر منا في فهم طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، إحابة اللي فما طاقة كبيرة تنبع من الشمس، ولولا الطاقة ذيك ما كانت حياة لا حيوانية ولا بشرية. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم فيها بالموت ويخرجكم يوم البعث، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده ولا خسارة، يعني اليمن بالمال وفتنة كبرى وكثرة الأبناء اليوم بلا حرام عموما، هما ما يزيدوا كان فجورا ويزيدوا كان بعد عن الله ويزيدوا كارتفاع إسخاط الله. ويقول مولانا فلما آسفونا أي فلما أغضبونا انتقم منه بايش، هل انتقام يتعوني ألوان وش كانوا ولا سمع منكم ولا متعد، نسأل الله السلامة، لا الكوفيد 19 ولا غيره ولا الانتكاسة الاقتصادية والمعضلة السياسية وغيره، والسلام علينا أهل الإيمان.